السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني إن شاء الله تعالى وحن ما انتكه لنا علاماتك أما تلمامها وقرته ليلة القدر إلهي سبحانه وتعالى هنا وافجيه ما انت وما لنش معه وان اللي أفر اللحية لباتنك بشي رمضان عاونا وتضبية لباتنك بشي رمضان إن شاء الله تعالى عربينا علاماتك أن فقاك تلمامه أما تلمامها لو قرت ليلة القدرية تلمامها سلبا أي قيب سمان قيب لصو إذا هبينك نحد هذا القرن كرو إيو قيب مركي هبينك بحو أو صبحي لقارة لدريمي كراي قيب تا لصو تاي وحالي لذا ووحي كنجي علي سين لها عبادة فرعونين كسيسين لها قيب تكدم بيسانة وحي نقطة بشارة قفك مسلم كاي حال عبادة سيمركو صبحي عركو علامات كي الله شيئي يسونا وو بشارة يسانايا مركا اللوضو بفائدة داس هيك بليه علامات كا ليلة القدر وحا كمدا إن رسوله قلت المامي صلى الله عليه وآله وسلم إن تاي ليلة القدر هبين ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا بارد وهبين سهلا أو فضوط أو إفتين له أو وناكسا أو دقن أو أنقريل أهين قبونا أنهين وهبين رسول قلت المامي صلى الله عليه وآله وسلم وابو مركو بريو إني قرح النقنة يصد ضعيف ويوحقا حمراء جدود نويلة وحقانا ضعيف با ضعف با كجرؤ شعاع عيد إيو إفتين كيدو مبضنا إمام النووي في شرح المسلم أيه كل سببت أي ضعيف أطهي هبينك أيه هبين نور بلنأه وآذي آذ النوراية سدى استرتدنا صبحي قرحله وحين قنيسة ضعيف واسفدك وبدو وعن سكدينا تلمامها عن شيء دونه تلمامها صحيحة وحديث الصحيحة كسو أرورتي كليعنا كل قابصله وحي الضعيف كجرنا عن كفو هذا حديث كهذا عن شيقني وحديث إمام الألبانينا والصحيح كاللغي في بعض طرقه علماء القار ضعيفية وجران لكن الشيخ الألباني في رواء كتاب كيسا صحيح الجامع إس يوكو صحيحي لمبر كشم بقول أشمكن أفر بقول تضباطا إيشا تلماما محاكم ماذا ليلة القدر رسول كوحو يري والإتصي وان الإهل منسيي وحين كجرتا طوانك الدنبأي كجرتا وحان إسعركي أنه أكس جوديا على ماء وطين يعني طين وماء يعني روابئيو بيئيا صبحي دي كس جوديا سيدا سالي وطسي أرنتاسنا وحو شاقي وحديث كصحيحين كقصوغان إنه لعضي هبينكي بيش رمضان كوبي اللباتن أي أهيد رسول كان السيدي أو كلا كل لعضي ساجد كيسو أو سقف كقرؤوها يتمرات كان يلامه سبيه درورين تكيمت أي رسول كقصو جودي بيه يقوبضي بقصو جودي ولذلك علماء الله كبحكا سوقاتين وإنه وحاكم إلى إنه الرهوب هبينكاسو كلي ما دو أي صورة قلب تلمان تكالي أو كمدة علامات هذا وحاكم هذا رسول كوحيري تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها قرح ذو ويصوب حيسا صبحي يضع حد أو أن وح شعاع أن لهين شعاع وحيابه بن عيادة أكلا فافو ماركة أن لهين يضع حد في صبحي سأسوب بوديسا صبحا إيجا علامات كاسنا وعلامات كجوان الصحيح في صحيح مسلم أي قصر أنت وانا وحا لقران كرو مركبين كبير رافتو الصبحي مركب وحا يكون نقونيسا إن تكون بشارة يساتو إن رجد هذا أي سيبلتو إن وحي حالي قدمت إيو عمل كالسميسي وحفي عنوها أبا هريرة رضي الله عنه أي وحو ليه هاي وحا نوصل الشيك شاقني هبينك الليلة القدر رسول كوحولي صلى الله عليه وآله وسلم كي نيبا حصوصة مركي أوش وصبح يضيعه يسوى مثل شق جفنة حيرضة الجحر أوكي جفنة وحيرضة وويلك أن تظل وعنه يتجرن يسوي ويلك حيرضة اللي قوي اللي أنت اللي قرأت جيت كلا قسم هيو أن تظل لوجه الجري رجع لوجه سوري الجري مرتين لوجه سوري الجري
هدي لك الجيح ولك الجبيو من عيد وسلاس وصو قدية وصو قولابية هاي تاسنا وحي تمادابة علماء ليهين ان في آخر الشهر بشو مركي أي سيد أمان يسو هل كان مركي وحالا قاتي ليلة القدر وحي كجرتا بماتك بشع أي كجرتا تاسا إذن الدليل ينقل إمام ابن عثيمين إيا غير كدبة سلاسا يونا أقاذ علاماتك وحاك من أيها الأحبة وقرت ليلة القدر قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة يعني هبين هو هبين آدو افتيمايا والنور كيسو بذيها شيخ ابن عثيمين باوتو لي تاوحا قرنكرا dadka baadiyaha joogi iyo ba garan kara meel aan de ana wadu joogta magaalada dadka ku noolay nalalkii iyo iftiinkii ee magaalada ku batay markii qofka baadiyaha joogi iyo meesha aan lahayn nal ayaa dareemi kara wa hanin tumaninatu qalbi iyo inshiraahu sidrina oo ku badan qofku wuxuu dareemayaa raaxa raaxatu bal bu dareemayaa deganaan iyo hudu bu dareemayaa taasna culimadu tijaaribtooda ahadiis ahaan kuma sugnaanin laakiin tajrubadii dadka sulaxada iyo culimadii ayay in badan oo ka mid iyaguna iyo ku xaqiijiyeen waxaa ka mid ayaa la xiba calaamadka qofka muslimka ee mu'minka in riyada lagu tuso leelatul qadriga sidii dhacdayba asxaab badan iyo xilliga ay ku arkeen riyadii habeenkii leelatul qadriga marka qofka riya ahaana waa lagu tusaayo oo uu arkaa tayib waxaa ka mid ah calaamadkeeda تجارب تعلمات يددك ونكسن أي كو أغادين أما أي كو شايقين إنو قفكو هلي قيامك لذة ونشاط معان يفرن فرقوني بعد عبادة هبينك أهليسا وهبين كل جيد بأي تاي خير إيا السلامة إيا النبض قلق ويسد إله حتى مطلع الفجر سدو الله بكو شايق هبين نبض قليوي الضحاك إمام الضحاك باوكو ليهي الله سبحانه وتعالى هبينك وحان خير أهين مقدروا هبين نذك لنا بلايات يا وحياها كلا أيا لا قدر وضم بينتا أبي بن كعب باوحى وشى يا صحابة الجليل كي قارئ أها عبد الله بن مسعود إن يرنينك سنة كردن استاجاي يصب الليلة القدر ليلة القدر وهل نينك هبين والبكع سنة وحيري أخي ولالك ابن مسعود وأجيه ليلة القدر إني كجرت بشر رمضان أو كجرت طبنك الدنبي أو كجرت هبين نذا ترد إسلارة أو كجرت هبين كتضبي اللبا تناد وأجي هاي وحور ربا ضدك إني نتلاص عرنينو هل كهبين أين أود التجين أي بشر لن عباد إسلام يسنة كرنب كوضا لكن والله الذي لا إله غيره لأربو كم رئيسه وبي بن كعب صحابي جليل كأها إن هبين كوان قرمه وانا هبينك تضبي الله تناد بشا رمضان كجر ويان سبع عاو اوكل ان شاء الله تعالى وحالي لما حاد كجران سيء والمنذر ما حاد كجران يسا ما حاد كجران وحن كجران بالعلامة او الآية التي ذكرنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى مد الرسول كل نوش يا جيبا كجران او انينا لا شعاع لها صبح المركة قرآن صباح لا شعاع انينا لهين وانا ارقني بني marka abd al ubay saas ku dhaartay laakiin waxa la oran kara sanad way noqon kartaa 72 sanad waxay noqon kartaa 22 sanad waxay noqon kartaa 25 sanad waxay noqon kartaa 29 allah aacala marka wala qariyo xigmad baan inoo wajirta in la qariyo intaas waxay ka mid tahay calaamadkii iyo tilmaamaha saxiixa culimada iyo ahadiista saxda ay ku soo aroortay waxaan ka tagnay oo iska daynay calaamadka aan saxiixa ahayn أما ضعفه وكجر أحاديث تودا إلهي سبحانه وتعالى إن وافجيه قف والبو عاوة كد ذال وكع العلي عبادتنا إن كقيب كشوية صلاة هي قيام هي صدقات هي خيرك تعذادنا أبرطه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني سيدي رسولك صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وشيري وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.